بيحتاجوش نحضروا دونك خبز. الخبز هذايا كل مع الغسيل تاعو كل بات بس مخطوطه. تشوفوا الفرق الوحيد هو فيها زيت وعامله فيها سميد وفارينة. دونك لهنا حطيت مغرفتين كبار كما شفتوا خميره تاع خبز، باش نزيد معاها 300 مليليتر ولا 300 غرام كيف كيف حليب. حليب دافي لازم يكون، مش سخون ردوا بالكم سينو يحرق لكم يقتل لكم الخميره تاعكم والبات ما تطلعش ناجحه. باش نزيدوا معاها شويه سكر، خاطر السكر هو ما عندي يساعد باش البات نتاعنا تخمر في ساعه. دونك لهنا باش نزيدو مغرفه كبيره نتاع ماكله سكر. دونك زدت لهنا كيما قلت لكم 300 مليليتر حليب، زدت 10 مغارف فارينه وتو باش نخليوه نصيف ساعه كيكة حسب التقريب حتى لين تراوه تنفخ وفوج. بيتو دونك اوزرولك في شوج، اوزرولك في شويه الميلونج لي توه خمر. دونك نزيدو نفس الكيس هذاك اللي استعملتو في 300 مليليتر وبين 250 300، ما يقلقش لو كان اكثر شويه زي ناقص شويه راه ما يقلق الجمله في الغسيل. دونك ما دافي زيدا نخلط، مش سخون ردوا بالكم دافي. وتوا دونك نزيدو الفارينه والسميد. نبدا بالفارينه، نقول لكم انا قداش تحقيت بالضبط فارينه. دونك لنا تو باش نزيدو السميد حتى لين تتلمو، معاش تلصق سميد بالطبيعة سميد ارطب. باش نزيد 300 ونشوف 300 غرام ونشوف كان استحقينا باش نزيدو نزيدو. باهي هذوما 300 غرام سميد ارطب. دونك نلم العجينة نتاعي قبل ما نبداو نلمو، نحطو توا الملح باش يتخلط في الكتاف وسط البات. دونك الملح كيت مغرفه نتاع قهوه نحطو. ذوقوا ديما البات نتاعكم باش كان مسوسه تزيدو، بات مسوسه راه ما تجيش بنينه، ما لازم فريمون تحطو الملح الكونتيتي اللي لازمه. نحطو الفيح نتاعنا زاده تو باش نحط الزيت تو ونلم الدنيا الكل. باش نحط دونك الفاح اللي هما حبه حلاوه سينوج بسباس. العجينه نتاعنا خمرت، تشوفوا كيفاش فوج، تشوفوا محلاها. دونك نعملوا تو خبزاتنا، نعاودوا نخليهم يخمروا شويه حتى يحضروا عاد. دونك شناخذوا هكا الخبزات كل واحد يفورهم كيما يحب. انا باش نعملهم مدورين كخبز طابونه باش ناكلهم مع الكفتيجي. تو شوفوا كل الخبيزات محليهم كيفاش تو كيما دريتو هكا حليتهم. باش نعملهم هكا فرشيطه شويه باش نخليهم بيان سور كيما قلت لكم يخمروا شويه. سينو العجينه عملت لي 8 خبزات، دونك الكبر نتاعهم كيما تراو هكا 18 حسب التقريب 18 سنتيمتر ديامتر نتاعهم. دونك انا باش نحضر، مش نخليهم عجينه، باش نحضرهم الكل نطيبهم بعد نحطهم في الكونجيلاتور. كي نبدا حاجتي نمدهم نبلهم بالماء ونحطهم في الفور، يرجعوا تقول عليهم مازالوا كيطابوا جدد. دونك كل مره وهم في الفور كيما قلت لكم نحلك عليهم الفور. انا نحط عليهم الماء كيما تشوفوا هكا فشويشه اسهل راهو ما انا ما عنديش. دونك حاجه اخرى في الفور وقت تبداو طيبوا في الخبز حطوا دونك هكا مول في الماء على خاطر الهوميديتي باهيه للخبز تخليه يطلع خير. دونك جوست حطوه بجنبهم هكا في الفور باش يعمل لكم الهوميديتي. الخبز تو خرجته من الفور ونحكي لكمش على ريحته، شوفوا محلاه. ننصحكم كي تحلوه حلوه كمان مش خشين ياسر، جويد شويه خاطر يتنفخ برشا بعد ما خليوه يخمر يتنفخ. دونك كان تحبوه يطلع هكا كخبز طابونه ما تعملوهمش خبزات معناتها عاليين ياسر. باش نقص الكعبه نوريها لكم حيت مازال سخون. شوفوا من داخل شوفوا محلاه نفش هبل هبل هبل. شوفوا شوفوا التكستور نتاعو محلاها بنه بنين برشا. حاسيلو ماكمش تندمو كي تجربوه. نوريكم من داخل شو محلاه
نحكي لكمش البنة، البنة المطعم بنين 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 بنين، وأزروا لك في شكة منفج على الأخر خفيف، حسيو يهبل يهبل يهبل، ونقلوش سهل.